السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نادي التفوق والإبداع. المبادرة، ما المبادرة؟ وما أدراكم ما المبادرة؟ إنها الإسراء إلى تحقيق أهداف، إنها السبق إلى فعل شيء. والمبادرة من أهم مفاتيح التفوق الدراسي. الطالب المبادر لا يستوي مع الطالب المماطل المسوف. فبادر أيها الطالب إلى قراءة كتب وإن لم تكن في المنهج الدراسي. بادر لتشارك في دورات ثقافية لغوية علمية. بادر لتقوم ببحث حول موضوع علمي مفيد. بالمبادرة ترتقي إلى سماء التفوق. وقد قلت في إحدى قصائدي: وبادر لا تؤخر، لا تسوف، كذا أعلن على التسويف حربا. فهنيئا للمبادرين وهنيئا للمبادرات، وشكرا لكم.